بلاد صخريه يمكن لك تمشي تشارجي من شنو سميت يمكن لك تمشي تشارجي من شنو سميت ولا من برا. فهمتيني؟ انا فهمت ديك البون هذا. انا فهمت يعني انا عندي ديك الدراري اللي تما ولي كيتفاهموا معايا الدراري هذا شي حاله. الدراري كيخليو لي 50 درهم فايات كيدبروا عليا كيدبروا على شي. لا فهمتك. انا كنقول لك بلاصه منين يمكن يرفد راه ثلاثه. كيفاش؟ منين يمكن يرفد ها هو غادي خاوي. دابا غادي يعمر. غادي يعمر. اذا برغه. برغه مزيان. بغى يبغي يعمر بيضه يعمر. ولكن تما شي مقلع برغه ما يمكنش. ولكن نسميوه منين نقولوا منين عمرتي؟ اي مفرغه صاحبي هذاك عا كيفرغوا فيه هذا. لا لا كيعمروا. كيعمروا ولكن راه تما. عمر وجيب. عمر. عمر. عمر ولكن الدوله ما تعرفهاش بشحال سميتها برغه في الوراق ما تعرفها بولاد صخر. وهذاك عيط نعور هذاك. اذا حنا في طريق ديال برغه فيها البلاصه المفرغ ديال الرمال الملوكي يهزوا الرمله هو تابع يعني المقلع الرمال ديال بلاد صخر. هذه هي الطريق هذيك لاحظوا بان الطريق الوضعي ديالهم متدهوره بقى يعني ما يعني ما تمش التكسيه ديالها بقى فيها الرمله يعني يعني صعيبه. واش كتكون في الشتاء ما كيوقعش ما كتقطعش ولا شي حاجه في الشتاء لان الشتاء كتولي مزيانه كنظن كتولي لان رمليه ياك ما كتقطعش الشتاء. صعوبه هنايا باش ندير ولكن كتكون صعوبه لان كيبقى مزيانه كتكون مزيانه لان التربه رمليه في الشتاء كتكون مزيانه. وكنلاحظوا هنايا هنا كاينه الدومينه ولا المزرعه ديال الجوده لان هنايا عندهم هنايا تربيه الابقار وعندهم هنايا الزراعات بعض الزراعات بحال زراعه الذره اللي كتستعمل في يعني في التغذيه ديال العلف ديال الماشيه الابقار. هذا هو مدخل ديال الدوار كما كتلاحظوا برغا دوار برغا. وفي الطريق اللي كتمشي من العريش يعني كندوزو على الهيضه ومن بعد كندوزو على الصخا كندوزو على الزلاوله كندوزو على الهيضه كندوزو على ولاد الغباري كندوزو على ولاد الصخار على الزلاوله والطريق ديال نعم. انا دابا غنستعد.